السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان قرب يخلص، يا رب نكون كلنا طلعنا منه بصالح الاعمال والحسنات واستفدنا منه. وقبل ما ابدا في موضوع الفيديو ده، حابب اشكر احمد على الكومنت الجميل اللي سابه لي، متشكر يا احمد، واديني طلعت الكومنت بتاعك في الفيديو اهو. واللي حابب ان يطلع الكومنت بتاعه في الفيديو اللي جاي يكتب لي تحت، وما ينساش بقى وهو نازل يكتب الكومنت يعمل في ايده لايك شير سبسكرايب، يفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، ويقترح عليا فكرة الفيديو الجاي. والفيديو الجاي انا اختار احسن 3 كومنتات وهطلعهم. تمام يا شباب، نبدأ في موضوع الفيديو. كنت نزلت تصويت على القناة عايزين موضوع الفيديو بتاع النهاردة يكون عن ايه، واللي فاز في التصويت ده هو بدائل ميدجورني. ولكن الناس اللي صوتت على موقع رائع لتعلم البرمجة انا مش ناسيكوا، وانتظروا الفيديو انا هعمله قريب ان شاء الله. واحدة واحدة، وقبل ما ادخل في موضوع الفيديو خلينا نفهم بس مع بعض للناس اللي لسه متعرفش ايه هو ميدجورني، نشرحه لهم واحدة واحدة. موقع ميدجورني هو من المواقع الرهيبة اللي ظهرت في الفترة اللي فاتت، بتستخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو يحول اي نص انت بتكتبه لصورة بجودة عالية جدا وبطريقة محترفة جدا، وده اللي خلى الموقع مميز ومشهور. ده شكل الموقع زي ما انتوا شايفين، هتلاقوا اللينك بتاعه كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. بس الموقع للأسف فيه مشكلة. اولا هو بيديك 25 صورة فقط لغير في الفترة التجريبية المجانية، بعد كده انت بتضطر تدفع اشتراك شهري بقيمة حوالي 10 دولار او 20 دولار. ثانيا انت بعد ما بتعمل حساب على الموقع بيدخلك على جروب للديسكورد كده، بتكتب في كذا واحد برضو من اللي عاملين الحساب المجاني زي حد، وكلكم صوركم بتبقى موجودة مع بعض، يعني صورك بتتوه في وسط صور الناس التانية، وده تاني مشكلة الصراحة في ميدجورني. حاليا ضافوا علامة مميزة كده على الصورة بتاعتك علشان تعرفها من صور الناس التانية. كل دي عيوب في ميدجورني الصراحة خلتني مش حابب اجربه، وقعدت ادور كتير قوي على افضل بدائل مجانية ليه من حيث كل حاجة. والنهاردة انا جمعت لكم في الفيديو ده اكتر بدائل مجانية لميدجورني سريعة وقوية بتعمل نفس المهمة بتاعته ومنهم الأحسن. وتابع معايا لآخر الفيديو علشان آخر موقع هيدهشك. كل اللينكات هتلاقوها تحت في صندوق الوصف. بس قبل ما نبدأ بقى، روقوا عليا بلايك شير سبسكرايب، تفعيل زرار الجرس، اكتبوا لي تعليق حلو، روقوني يا جماعة أنا مروقكم والله. وأول موقع معانا النهاردة هو playground.ai، يعني دي عينة من الصور اللي الناس عملتها على الموقع زي ما انتوا شايفين، كلها حاجات جميلة جدا، يعني تحفة الصراحة. المميز في الموقع ده بقى واللي خلاني ابدأ بيه، احنا قلنا ان ميدجورني بيديك 25 صورة كحد اقصى تجربة مجانية. الموقع ده بيديك 1000 صورة مجانية في اليوم، زي يعني انت ممكن تعمل 1000 صورة مجانية في اليوم، وتاني يوم ليك 1000 صورة، وتالت يوم ليك 1000 صورة، يعني حوالي 30,000 صورة مجانية في الشهر. انتوا متخيلين الرقم؟ طب ازاي تسجل دخول على الموقع ده؟ وطريقة تسجيل الدخول على الموقع ده سهلة وبسيطة. هتيجي هنا عند السهم ده اللي جنب كلمة بلاي جراوند، وتيجي تعمل ساين ان. انا علشان عامل اكونت بس ومش عايز وقت الفيديو يكون طويل، وهتسجل الدخول عادي بايميل جوجل، او لو عايز تعمل تسجيل دخول بجوجل على طول. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل الصور، نعمل ايه؟ هنيجي هنا عند كلمة جينيريت، ندوس عليها بالشكل ده. بعد كده هندخل على الصفحة دي، القناة دي هنكتب البرومبت بتاعنا او الامر اللي احنا عايزين الصورة تطلع شبهه. من هنا بنختار مقاس الصورة عايزين يطلع عامل ازاي. في الاختيار ده كل ما تعلي قيمته هيطلع لك البرومبت اللي انت كتبته ده بشكل منطقي اكتر او واقعي اكتر. الكواليتي اند ديتيلز، انت كل ما تشد المؤشر ده بيعلي معاك الكواليتي، بس بلاش تعليه قوي، هو عند 50 كويس او 55 كويس جدا، لان اكتر من كده الصورة بتطلع يعني ايه الالوان متلخبطة في بعض وشكلها مش هيكون ظريف خالص، يعني هو 50 و55 احسن حاجة. هنا بتختار عدد الصور اللي انت عايز الموقع يطلعهم لك مرة واحدة. هنا انت بتعلم عليه لو عايز الصور اللي بتطلع دي كلها تبقى برايفت ما تتنشرش على الموقع. خلينا نكتب مثلا مثال صغير هنا كده انا كنت محضره، تري سي اند ساند، شجرة بحر ورملة. وفي كمان اوبشن جميل جدا اللي هو الفلاتر، ده انت عايز الصورة تطلع بانهي شكل او بانهي ستايل.
يعني عندك بلاي تون ده هيطلعها لك بشكل كرتوني، والتي زي ده هيطلعها لك بشكل هو العرايس اللي متخيطة، في ده بيكسل هيطلعه لك بشكل الكرتون بتاع بيكسل، في هنا الاويل بينتينج او اللوحة الزيتية، وفلاتر كتير جدا الصراحة، مش هنقعد نشرح واحدة واحدة. ولكن انا النهاردة هختار ايه نعمله نال. كمان حاجة عايز اقولها قبل ما انسى، هنا ده موديل الذكاء الاصطناعي او الروبوت اللي بيشتغل بيه، في اكتر من واحد اللي هم بلاي جراوند فيرجن 1، وفي ستيبل 1.5، وفي ستيبل 2.1، وفي دال اي 2، وفي دال اي 2. مش هتفرق كتير يعني، هم كلهم بيطلعوا نفس النتيجه، بس للامانه يعني ستيبل ديفينيشن 2.1 ده بيطلع جوده احسن سنه بسيطه، ولكن في مشكله بسيطه ان هو ما فيهوش كل الفلاتر دي، هو غالبا فلترين او ثلاثه. من هنا برضو لو حبيت تحذف او تعدل اي حاجه في الصوره بتاعتك، تعالوا نشوف بعد ما كتبنا البرومبت واديتكم تعريف سريع كده بكل حاجه في الموقع، ندوس على جنريت ونستنى مع بعض شويه كده. المهم يا شباب، هنيجي نكتب البرومبت بتاعنا او الامر بتاعنا اللي احنا عايزينه يتحول الصوره في الخانه دي. ملحوظه كمان حابب اقولها، في الاوبشن ده انت ممكن تحذف او تعدل على حاجات انت مش عايزها في الصوره، يعني مثلا كذا شخص موجود، الشخصيه ليها اكتر من طرف. ممكن كمان ترفع صوره تحطها هنا على الموقع ده وتعدل عليها. المهم هندوس على جنريت بالشكل ده ونستنى مع بعض. بعد ما كتبنا البرومبت بتاعنا او الامر بتاعنا ودوسنا جنريت، زي ما انتم شايفين يا شباب يعني الصوره تحفه، كانها متصوره بدرون وكانها حقيقيه جدا، يعني اللي يشوفها يقول ده فوتوغرافر جامد اللي مصورها، ولكن دي معموله بالذكاء الاصطناعي. طيب مثلا اللي ما فهمش فكره الفلاتر قوي، احنا هنيجي هنا ونختار اي فلتر من دول. لو اخترنا ده بلاي تون هيطلع لنا الصوره كرتونيه شويه شبه الكرتون بتاع بيكسار، يعني شبه توي ستوري والحاجات دي كلها. هنشوف مع بعض. الجميل كمان في الموقع ده انه ما بياخدش وقت، او زي ما انتم شايفين طلع لنا شخصيه كرتونيه مخيفه شويتين. بس كده يا شباب، ده الموقع الاول معانا، جربوه وقولوا لي رايكم فيه. هتلاقوا اللينك بتاعه وكل اللينكات المشروحه النهارده في صندوق الوصف. ونروح مع بعض لتاني موقع. وتاني موقع معانا النهارده انا شرحته بالتفصيل الفيديو اللي فات، لو لسه ما شفتهوش هسيبهولك في الاي اللي فوق، بس برضو كان لازم احطه في القايمه دي لان هو بديل مجاني وجميل جدا لميد جورني. عشان نجربه مع بعض هندوس على كرييت. عشان نجربه مع بعض هنكتب الاول الصوره اللي احنا عايزينها نحطها هنا، وبعد كده ندوس على كرييت. بعد كده بنستنى شويه لحد ما الصور تتولد باستخدام الذكاء الاصطناعي. اهو خلص اهو، زي ما انتم شايفين برضو دي جميله جدا وممتازه جدا، زيها زي موقع بلاي جراوند، بس موقع بلاي جراوند كان احسن شويه. لو حبيت تزود من جوده الصوره بتيجي هنا مثلا تكتب ايه 4K وتقول له كرييت. نستنى مع بعض، تحفه. والموقع كمان مدي لك ايه ما بين اربع اوبشنات، بس بصراحه دي ايه باينه خياليه شويه، دول كوليكشن اللي قبل منه كانوا واقعيين اكتر. يعني لو خيرتني بين ده وده هختار دول، لان دول حاسسهم واقعيين اكتر، متصورين بكاميرا حقيقيه. لو حبيت تعدل بقى ممكن تزود من هنا، تزود الوان، تزود نمط او ستايل للصوره، تقدر تزود اللي انت عايزه. وده كان تاني موقع معانا. نروح للموقع اللي بعده. تاني موقع معانا في فيديو النهارده هو ليكسيكا. الصراحه موقع جميل جدا، زي ما انتم شايفين دي بعض النتائج اللي على الموقع. طريقه تسجيل الدخول على الموقع ده، بصوا عاملين ايلون ماسك في شكل جسم ثانوس وبدله سوبرمان تقريبا، مش عارف. طريقه تسجيل الدخول على الموقع، بتدوس على كلمه اكونت وبتعمل ساين ان عشان بس الفيديو ما يكونش طويل معاكم. بعد كده بتيجي هنا عند قائمه جنريت، من هنا بتختار مقاس الصوره انت عايزه يطلع عامل ازاي في كل المقاسات، ومن هنا بتكتب اللي انت عايز، الامر اللي انت عايز تعمله. من هنا هنحط تاني نفس الامر 3 سي اند ساند، شجره وبحر ورمله، ونقول له جنريت. يعني بصراحه كلهم اجمل من بعض، وكل المواقع يعني بتطلع كل واحد بفكره وكل واحد بطريقه مختلفه في انتاج الصوره. بس للاسف ليكسيكا فيه عيب صغير، وهو ان بيديك 100 صوره مجانيه بس كل شهر، وبيتجددوا الشهر اللي بعده. يعني انت 100 صوره في الشهر كويسين جدا. لو طب انت لو مثلا خلصت ال 100 صوره بتاعك في الشهر ده تعمل ايه؟ اول حل ان انت تشترك، وده طبعا احنا مش هنعمل كده. تاني حل ان انت يكون عندك مثلا اكتر من جيميل وتشترك بقى، يعني انت لو عندك 30 جيميل في 100 يعني 3000 صوره، يبقى كده حلو قوي، يعني ده لو انت محتاجه بشكل كبير. بس كلهم يعني لطاف مفيش فيهم مشكله. من هنا بتحدد انت عايز تحذف ايه من الصوره برضو. من هنا الجايدنس سكيل،
ده زي موقع بلاي جراوند كده، بتحدد من خلاله قد ايه انت عايز البرومبت ده يتحقق. وده كان تالت موقع معانا النهارده. رابع موقع معانا بقى النهارده وهو دريم لايك ار. علشان تسجل دخول عليه برده زي اللي فاتوا، بتعمل بالتسجيل الدخول بالايميل عادي او بالجيميل او بجوجل حسب ما انت عايز. من هنا انت بتختار الفلتر بتاعك اللي انت عايز الصوره تطلع شبهه، يعني عندك ده عندك ده عندك ده، عندك فلاتر كتير جدا. بس للاسف الموقع ده في فتره الفري بلان او التجربه المجانيه بيديك حوالي 50 او 60 نقطه مجانا، وبعد كده بتضطر تشترك. يعني هو لو حبيت برضو تشترك فيه ماشي، ما حبيتش نفس الطريقه بتاعت لو حبيت تشترك فيه ماشي، لو ما حبيتش يبقى بالطريقه بتاعتنا اكتر من اكونت جيميل وتعمل عليه. خلينا نختار مثلا الفلتر ده. هنيجي هنا عند المكان ده، هنكتب فيه البرومبت بتاعنا، هندوس كنترول في 3 سي اند سنت، وندوس جنريت. يعني هي كئيبه شويتين لان انا مختار فلتر كئيب حبه. طب خلينا اختار الفلتر ده مثلا ونقول له جنريت. يعني هي حلوه بس مش واقعيه قوي، ولكن يعني مش بطاله على فكره. تقدر تغير على فكره من الاوبشن ده، بقى انت تقدر تعدل برضو زي موقع playground.ai. تقدر مثلا تقول له هو حط له كواليتي مش عارف ليه، خلينا نقول له هاي كواليتي. نستنى مع بعض كده. المميز في المواقع دي كلها ان هي سريعه، ما بتاخدش وقت طويل، يعني مقبوله شويتين. وده كان رابع موقع معانا النهارده. بس بقول لك ايه قبل ما اكمل، ما تنساش تعمل لي لايك فولو شير سبسكرايب، كل الحاجات الحلوه دي مظبطك اهو. ونروح بقى لاخر موقع معانا النهارده واللي بجد تحفه. خامس واخر موقع معانا النهارده بقى هو موقع انستنت ارت. الموقع اللي حرفيا واخد من الحلو تجميعه، يعني زي ما انتم شايفين هو شكله شبه ليكسيكا شويه، طريقه تسجيل الدخول وعمل الحساب برده شبهه. دي بعض من الصور اللي اتعملت عليه. ولكن المميز في الموقع ده انتوا هتفهموا دلوقتي. بتيجي هنا عند قائمه جنريت وبتفتح معاك بالشكل ده. هنا بتكتب الامر او البرومبت اللي انت عايز الصوره تطلع شبهه. هنا بتختار مقاس الصوره، هنا بتختار الجايدنس سكيل برضو زي الفيديو زي المواقع اللي فاتت. هنا بتختار عايز الموقع يطلع لك كام صوره في نفس الوقت، 2 3 4 واحده اللي انت عايزه. ولكن بقى التركه كلها في الحته دي، موديل اي دي او نوع الذكاء الاصطناعي او الروبوت اللي بيستخدمه الموقع ده في توليد الصور. لو جينا ضغطنا عليه بالشكل ده، بص عند الاختيار الثالث هتلاقي ايه، ميد جورني فيرجن 4 انسباير. يعني ممكن تستخدم ميد جورني بشكل مجاني تماما على الموقع ده مدى الحياه، ولا فتره تجربه مجانيه ولا ديسكورد ولا الحاجات دي كلها. بس للامانه الحلو ما يكملش، يعني الموقع ده عيبه الرهيب انه بطيء جدا بطيء جدا. يعني بص احنا هنحط الامر بتاعنا كده ونقول له جنريت، حرفيا هياخد وقت كبير. زي ما انتم شايفين يا شباب، يعني ما شاء الله احلى واحده فيهم بجد. الفيرجن اللي احنا استخدمناه في الذكاء الاصطناعي كان ميد جورني، والموقع ده عيبه ان هو بطيء شويتين. يعني هو مش بطيء بياخد مثلا ساعة ولا حاجة، لا ممكن ياخد ايه 5 دقايق 10 دقايق، مش ثواني كده زي الموقع اللي قبله. وهيطلعها لك. ده بالنسبة لك كانت اكبر مشاكلي مع الموقع ده، ولكن الصراحة هو موقع ممتاز. في اكتر بقى من نموذج ذكاء اصطناعي، انا مش عارف دول ايه او مميزاتهم ايه وعيوبهم ايه. انا اللي شغلني ميد جورني، والنموذج الاساسي او المين اهو زي ما انتم شايفين اللي بيستخدموا الموقع. بس كده دول كانوا كويسين جدا بالنسبه لي. بس كده يا شباب، ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وهختار احسن 3 كومنتات هطلعهم معايا الفيديو الجاي. سلام عليكم.